التعليق معنا من نيويورك المحلل السياسي السيد أحمد فتحي. أستاذ أحمد أهلا بك. وزير الخارجية الروسي قال اليوم إن موسكو ستمنع تمرير أي قرار في مجلس الأمن يتيح أي تدخل عسكري في سوريا. ماذا أمام الدول الغربية من سبل أخرى لتمرير هذه القرارات؟ التدخل العسكري لن يمر عبر مجلس الأمن، ولا أعتقد أن الدول الغربية مجتمعة على أن تؤيد أي أعمال عسكرية خارج إطار حدودها. لم يحن بعد وقت العمل العسكري الدول الغربية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية شركائها في حلف الناتو، يمرون بأزمة اقتصادية طاحنة. مقاييس ومعايير التقشف المطبقة حاليا في دول الاتحاد الأوروبي وكارثة اليورو واحتمال انهيار حتى الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على أنشطة الناتو. لا يوجد ميزانيات لتمويل مغامرات عسكرية خارج الحدود. وأما بالنسبة للموقف الروسي فهو موقف متسق وواضح وصريح منذ البداية، فما أعلنه السيد لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم هو تحصيل حاصل وتأكيد على مواقفهم السابقة، فلا يوجد جديد، وأنا لست يعني مستغرب من هذه التصريحات. في المقابل كاثرين أشتون كررت اليوم مطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع في الانتقال السياسي في سوريا. كيف يمكن التوفيق إذن بين الموقفين الروسي والغربي بهذا الشأن؟ أنا طرحت منذ أيام قليلة عبر قناة روسيا اليوم نداء إلى جميع أطراف النزاع في سوريا بإيقاف فوري لإطلاق النار، فتح ممرات إنسانية لتسليم المعونات التي يحتاجها الشعب السوري بشدة. يوجد أكثر من مليون مواطن سوري داخل الأراضي السورية، هم يعتبروا مهجرين من أماكن تواجدهم، كما يوجد حوالي تعدى حاجز 200,000 لاجئ على الحدود السورية، ويوجد أكثر من 300,000 جريح في داخل سوريا، وأرقام القتلى تعدت 25,000 قتيل. ولكن على الجانب الآخر يوجد موردين للسلاح للنظام السوري ولقوات المعارضة. يجب أن يتم وقف فوري لإطلاق النار، فتح ممرات الإغاثة الإنسانية، البدء في عملية مفاوضات سياسية فورية بهدف الوصول إلى حل وليس بهدف الانتهازها كفرصة للظهور الإعلامي والتقاط الصور التذكارية. أستاذ أحمد، الآن الولايات المتحدة تشهد حملة انتخابية شرسة بين باراك أوباما وميت رومني، يعني ما هو حجم حضور الملف السوري في برامج المرشحين برأيك؟ يوجد موقفين للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي من الأزمة السورية. رأينا منذ شهور موقف السناتور جون ماكين نائب رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو من صقور الحزب الجمهوري ويطالب بشدة بتسليح المقاومة السورية. ورأينا على الجانب الآخر موقف الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما، وهو يطالب بأن تعطى للعقوبات فرصة وأن يتخذ طريق القانون الدولي. هذا اختلاف بين عقليتين وتوجهين. السناتور جون ماكين هو رجل عسكري، فهذا موقف متوقع منه. أما الرئيس باراك أوباما فخلفيته قانونية، وسنجد هذا ينعكس على كثير من توجهات السياسة الخارجية. بالنسبة لموقف المرشح الجمهوري ميت رومني كمرشح والرئيس باراك أوباما كمرشح، ميت رومني يعني ثقافته بالنسبة للسياسة الخارجية ضحلة إن كانت منعدمة. رأينا كيف ذهب إلى لندن أقرب حليف للولايات المتحدة وبدأ ينتقد أسلوب إدارتهم لدورة الألعاب الأولمبية، ومما وضعهم في موقف محرج، مما دفع وزير رئيس الوزراء البريطاني كاميرون إلى الخروج وتوبيخ بطريقة غير مباشرة تدخل رومني. رومني لا يوجد لديه أي خبرة في السياسة الخارجية. شريكه على نفس التذكرة بول رايان المرشح كنائب لرئيس الجمهورية هو أيضا ضحل في السياسة الخارجية. على الجانب الآخر رئيس أوباما اكتسب، ربما لم يكن له نفس الخبرة على السياسة الخارجية قبل أن يصبح رئيسا لأمريكا، ولكنه اكتسب خبرة 4 سنوات كقائد للعالم الحر. ونجد أن نائبه جو بايدن هو كان رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ، ففريق أوباما بكل شك يعلم
ما يتحدث عنه بينما رومني هو بس فقط لإحداث الفرقعة الإعلامية اللازمة للحملة الانتخابية. أستاذ أحمد، يعني إذا ما تحدثنا عن السياسة الخارجية، هناك ملف قديم جديد وهو التسوية في الشرق الأوسط ومسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كيف تقرأ إدراج القدس كعاصمة لإسرائيل في برنامج الحزب الديمقراطي قبل يومين؟ لا أعطيها وزنا، ولكنها محاولة لسد الخانات، لأن المرشح رومني أعلن من تل أبيب عندما كان في زيارة لإسرائيل أنه يؤيد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. فكان لزاما على الحزب الديمقراطي أن يدرج هذه المسألة على أساس أن الحزب الديمقراطي يكتسب في عضوياته الكثير من الأقليات ومنهم اليهود في الولايات المتحدة، ولكن يوجد أيضا يهود على الجانب الجمهوري. ما يعنيني هنا أنها هذه النقطة تحديدا جاءت في جميع برامج المرشحين للرئاسة منذ إقرار الكونغرس لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولم تجرؤ إدارة أمريكية واحدة على أن تنفذه. فهي شو إعلامي للاستهلاك الداخلي، عندما يصل المرشح إلى المكتب البيضاوي يتم تغيير هذه الوعود وتلتزم الولايات المتحدة بمصالحها وتعهداتها كوسيط مفترض في القضية الفلسطينية الإسرائيلية. الأستاذ أحمد فتحي المحلل السياسي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.